مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الأحداث الاقتصادية. الحقيقة في ظل المشروعات القومية اللي بتتبناها الدولة المصرية وحرصها الشديد على التنمية المستدامة في شتى المجالات ومنها طبعا التنمية الزراعية، بتحرص أيضا الدولة على توفير المحاصيل الاستراتيجية الخاصة باحتياجات المواطن المصري. النهاردة بنتكلم مع حضراتكم على أحد هذه المحاصيل تحديدا الأرز. مع قرب انتهاء موسم حصاد الأرز بنتعرف مع حضراتكم على الإنتاجية الخاصة به، هل هناك تحديات بتواجه زراعة الأرز خاصة في ظل الاحتياجات الخاصة بهذا المحصول من كميات المياه وغيره؟ هل نقدر نقول بالفعل أن كمية المزروع من محصول الأرز بيكفي الاحتياجات، وإلى أي مدى بيكون هناك يعني توفير لكافة احتياجات السوق المحلي؟ ده هيكون من خلال لقائنا مع حضراتكم النهارده، واللي بيشرفنا فيه الاستاذ الدكتور مجاهد حلمي وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه بمركز البحوث الزراعيه التابع لوزاره الزراعه للتعرف على هذا المحصول وما يتم من توفير الاحتياجات الخاصه به لتوفيرها للمواطن المصري. لكن قبل ما نبدا حوارنا هتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشره. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا يعني في إطار حرص الدولة المصرية على توفير المحاصيل الاستراتيجية بشكل يضمن حصول المواطن المصري على يعني نصيبه من هذه المحاصيل، وفي ضوء أيضا الخطوات اللي بتتم في مجال التنمية الزراعية، بنتعرف مع حضراتكم النهاردة على محصول الأرز والتحديات اللي بتواجهه وكمان التحديات اللي بتواجه الفلاح المصري في سبيل الزراعة، وإزاي بيتم تقديم حلول أو خطوات خاصة يعني مواجهة هذه التحديات. خلوني في البداية أرحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالأستاذ الدكتور مجاهد حلمي وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، وموسم حصاد يحمل الخير بإذن الله لمزارعينا وللشعب المصري ودايما في ازدهار ان شاء الله. يا رب، وكل سنه وحضرتك طيب كده مع موسم الحصاد الخاص بالارز. وخليني في البدايه يعني اعرف بقى الاستراتيجيه اللي بتبنى عليها يعني المساحه المنزرعه بالنسبه للارز بتكون ازاي، ومدى ملائمتها ايضا مع احتياجات المواطن المصري والسوق المحلي. خلينا في البداية نقول إن الرز سلعة استراتيجية على كل مائدة وفي كل بيت. حقيقي. والرز المصري الحقيقة بيتمتع بسمعة طيبة سواء يعني محليا أو حتى دوليا. في فترة من الفترات كنا بنصدر ما يزيد عن 1,000,000 طن رز أبيض. لكن الحقيقة إنه الدولة كان الفكرة الأساسية إنه نظرا لإنه مصر دولة نقدر نسميها دولة مناخيا جافة، يعني احنا بنعتمد اعتماد شبه كلي على مياه النيل، وبالتالي طبعا الدولة زي ما حضرتك تفضلتي المشروعات القومية للاستصلاح اللي بتستصلح النهارده اكثر من 3.5-4 مليون فدان محتاجين كل نقطة مية. عشان كده الاستراتيجية كانت ان احنا نزرع فقط ما يكفي للاحتياج المحلي. وعشان كده يمكن سنويا بيتم تحديد المساحة المزرعة بهذا المحصول من خلال اللجنة التنسيقية بين وزارة الزراعة ووزارة الري والموارد المائية، واللي بتراعي انه نحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية. تمام. وعلشان نحقق الاكتفاء الذاتي في ظل كافة التحديات اللي بتواجهنا، وخلينا نقول ان الرز كمحصول بيحتاج يعني مياه وفيرة، اعتقد ان هنا علشان احدد الكمية بستفيد ايضا من الابحاث العلمية اللي بيتم تقديمها من قبل كافة المؤسسات البحثية وطبعا على رأسها مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة. من هنا بقول ازاي بيتم وضع هذه الاستراتيجية ضمان توفير احتياجات السوق المحلي، وفي ذات الوقت ايضا يعني الاستفاده من التوسعات اللي بتقوم بها الدوله في مجال استصلاح الاراضي. الرز حضرتك يمكن زمان كنا بنزرع الاصناف البلديه القديمه وكان المحصول بيستهلك كميه كبيره جدا من الميه، ممكن الفدان الواحد يستهلك حوالي 8,000 او ازيد متر مكعب ويديني 2 طن الفدان. النهاردة وبمجهود السادة الباحثين في مركز بحوث الرز تابع لمعهد المحاصيل ومركز بحوث زراعية
احنا بنتكلم في متوسط انتاجيه 4 طن، واحده من اعلى الانتاجيات على مستوى العالم. احنا المرتبه الاولى في انتاجيه وحده المساحه لمحصول الارز. مش بس كده، الاستهلاك المائي انخفض من 8 او 9000 ل 5000 متر مكعب كمتوسط عام لكل الاصناف. يعني ضعفت الانتاجيه وتقريبا خفضت حوالي 35% او حوالي من احتياجات المياه. كمان في اصناف بتتحمل نقص المياه، ودي الحقيقه يعني اللي نجح فيها مركز البحوث الزراعيه، انه يطور مجموعه من الاصناف المتميزه ذات الجوده العاليه اللي بنقول سمعتها طيبه محليا ودوليا، تتحمل نقص المياه. يعني ممكن انها تروى ب 4500 او 4000 متر مكعب وتديني نفس الانتاجيه. انا بتكلم في 4 طن متوسط عام، ممكن يزيد عن كده زي ما التقرير اشار، وفي نفس الوقت بتستهلك كميه ميه اقل. ده بيخلينا في حد الامان بالنسبه للاستهلاك او توفير الاحتياجات المحليه. ولاحظي حضرتك طبعا الزياده السكانيه المضطرده، لاحظي ضيوف اللي موجودين في مصر اللي ممكن يتعدوا 10 مليون او ازيد. كل دول احتياجاتهم مؤمنه من هذه السلعه الاستراتيجيه. طب ده يخلينا اقول طبيعه الاصناف اللي تم توفيرها في محصول الارز واختلاف كل صنف عن الاخر. احنا دلوقتي عارفين ان الرز انواع، يعني والى اي مدى يستطيع الارز المصري ان يتواجد على الخريطه العالميه وينافس أيضا الأصناف الأخرى، لأن احنا بنشوف أنواع مختلفة من الأرز. الأرز المصري جودته لا يضاهيها في العالم غير أرز كاليفورنيا، ودي حقيقة. وحتى سعره في السوق مفروض أنه أعلى كمان من الأرز اللي بيجي من جنوب شرق أسيا. حتى خد بالك حضرتك، في 3 أنواع رئيسية من الأرز. أيوة. أرز ياباني ده بيبقى عريض الحبة، حبايته عريضة وقصيرة، اللي بنفضله كشعب مصري في كل الاكلات بتاعتنا، الكشري والمحشي والحاجات الشعبيه دي. في نوع تاني اسمه الرز الهندي اللي هو الحبايه الطويله. ايوه. اللي منها اللي ما يعرف بالبسماتي رايس، وفي نوع بينهم الاثنين اسمه الهندي الياباني، ده حبيته ما بين الاثنين بقى صغيره شويه ورفيعه شويه. تمام. احنا في مصر بنزرع معظم المساحه بتتزرع ياباني اللي هو القصير والعريض، والهندي الياباني الوسط. ده معظم اصناف البلدي بقى اللي هو الرز اللي هو الياباني. البلدي اللي حضرتك بتقولي عليه ده اللي هو الرز الياباني. تمام. الاصناف اللي موجوده عندنا بتغطي كل الجزئيه دي، وفي نفس الوقت عندنا بعض الاصناف ذات طبيعه خاصه اللي هي الهنديه لاغراض خاصه بتستخدم، لكن زراعتها على نطاق ضيق. معظم الاصناف اللي احنا بنطورها يا اما هندي ياباني، يا اما هندي ياباني، يا ياباني يا هندي ياباني. لكن الهندي الاثنين اللي هم الحبايه القصيره، سواء قصيره وعريضه او قصيره ورفيعه، هم الاثنين دول اللي بيتم تطويرهم واستحداث يعني اصناف منهم. بالزبط. بشكل او لانها بتلائم الذوق المصري. وكمان احنا يهم منها قوي الكواليتي. يعني زمان لو حضرتك تفتكري كان في الارز الفلبيني اللي كان بيجي مستورد وما كانش حد بيعرف ياكله، وزا يعني اتاكل منه مره ما تعرفيش تستخدميه تاني خالص. النوعيه دي احنا بنحرص انه الاصناف بتاعتنا تبقى جودتها مفضله. الرز المفلفل المصري الطبيعي ده نسبه الاميلوز من 17 ل 20%. اي سلاله مهما كانت مميزاتها لو مش في الرينج ده ما بيتمش تصعيدها ولا انها تروح صنف جديد. طيب. واي سلاله محصولها اقل من الاربعه اللي احنا بنتكلم فيه كمتوسط عام الجمهوريه برضو مهما كانت مميزاتها ما بيتمش تصعيدها. الجوده حضرتك بنهتم بيها جدا في برامج التربيه من اول الاجيال الانعزاليه، يعني قبل الصنف ما يطلع ب5 6 7 سنين بيتم قياس الجوده ليه سنويا، لا بحيث ان احنا نكون متاكدين انه جوده الصنف اللي طالع تلقى القبول لدى المستهلك المصري. طب احنا يعني مع انتهاء موسم الحصاد بالنسبه للارز، احنا زرعنا كميه قد ايه؟ ونقدر نقول كمان مساحه منزرعه قد ايه؟ الحقيقه انه القرار اللي بيطلع يمكن بقاله حوالي 4 سنين سنويا بيحدد مساحه الارز اللي تتزرع في مصر حوالي 1,074,000 فدان. تمام. لكن في بعض المساحات بتتزرع بالمخالفه، المساحه بتزيد عن الرقم ده شويه. يعني السنه اللي فاتت مثلا كنا 1.6 تقريبا
او يمكن ازيد شويه، السنه دي ما تقلش عن 1.5 مليون فدان. 1.5 مليون فدان ده يعني بيديني تقريبا حوالي 6 مليون طن لو ضربنا في 4. ده كله للسوق المحلي ده فقط. للسوق المحلي مفيش تصدير للارز المصري بشكل شرعي. لا مفيش. تمام، احنا بنحرص دايما انه نكتفي ذاتيا. هل احنا بنكتفي ولا بنستورد؟ بنكتفي يا فندم، بس في بعض الاصناف او الانواع من الارز بيتم استيرادها زي البسماتي اللي اتكلم حضرتك عليه، وده كمان يعني في هناك اصناف محليه، لكن في ناس بتفضل جوده معينه في الارز البسماتي للفنادق وكده. من حوالي 10 سنين احنا نزلنا صنف بسماتي اللي هو ياسمين المصري موجود، بس هو ميديوم شورت يعني قصيرة الحباية شوية. والسنة دي كان في تجربة في محافظة الغربية وعملنا يوم حصاد فيها، وهو جيزة بسماتي 201، ده بيسموه اكسترا لونج، الحباية طويلة وبسماتي يعني الريحة العطرية باينة فيها. ده للاستخدامات الخاصة، ما بننتجوش بمساحات كبيرة. ليه؟ لأن احنا عندنا الحقيقة في مشكلة في المضارب. المضارب كلها مصممة على الحبة القصيرة مش الحبة الطويلة، فلما تضربي فيها الحبة الطويلة دي ممكن تتكسر، نسبة الكسر فيها تبقى عالية. لكن هي الفكرة كلها ان احنا محتاجين نطور مضرب او اتنين للأرز البسماتي بحيث نحن نقدر ننتجه بشكل تجاري بما يحقق الاستخدامات المحلية للفنادق وقرى الساحلية. زي ما حضرتك تفضلت وقلت لي احنا قبل كده كنا بنصدر، ولكن أصبح الآن التوفير للسوق المحلي طبقا للزيادة السكانية وعدد برضو يعني المتواجدين في الدولة المصرية وانخفاض المساحة والاحتياجات. يعني خلينا برضو نقول أن احنا بنوائم الاحتياجات المحصول مع الظروف اللي بتمر بها الدولة بشكل أو بآخر. ولكن في نفس الوقت هل نقدر نقول أن بيبقى في نظرة مستقبلية إزاي بطور في هذه المساحة، إزاي بزود الإنتاجية الخاصة بي، ولا احنا هنثبت على هذا الوضع لفترة زمنية معينة؟ حضرتك احنا بنزرع الارز في الشريط الشمالي للدلتا، يعني محافظات شمال الدلتا فقط. وليه محافظات شمال الدلتا؟ عشان تمنع التسرب الملحي لمياه البحر كسياج يحمي منطقة الدلتا واراضي الدلتا من انها تملح مرة تانية او خصائصها تدهور. ففي حزام بنسميه الحزام الملحي ده، بنحرص دايما انه يتزرع رز عشان ياخد كميات معينه من المياه تسمح بغسيل الاملاح، غسيل الاملاح الموجوده والبقاء عليها في صوره خصبه صالحة. كنوع من انواع استدامه الانتاج والحمايه كمان للتربه. احنا الفكره كلها ان انا عايز، انا بتواكب مع الاحتياجات المحليه قد ايه انا محتاج، وعلى اساسها بحدد المساحه اللي ممكن تتزرع قد ايه. الرقم ده ما هوش يعني ثابت فور ايفر، لا يعني يتغير بتغير الاحتياجات المحليه. انا بقول لحضرتك لكن انا بتكلم على ان انا بزود واعود مره اخرى الى التصدير. يعني الفكره ان انا ازود واوفر احتياجاتي للسوق المحلي، الى جانب ان انا يعني الهدف دايما ان احنا عايزين نزود من صادراتنا، خاصه ان احنا كنا بالفعل بنصدر من هذا المحصول. تمام، هي برضو المساله محتاجه نوع من المعادله. أكيد. يعني انا اكتفي ذاتيا من المحصول الارز واوفر الميه للمشروعات الثانيه، ولا ازرع رز كتير واصدر وبالعائد ده اشتري بعض السلع الاخرى؟ اذا انا الى هذا التوقيت انا بكتفي بتوفير احتياجاتي من السوق المحلي واحتياجاتي للسوق المحلي، وبنتظر بقى الى جانب التصدير ده. احنا المساحه بتاعت الوادي والدلتا 6 مليون وشويه، دي اللي احنا كنا بنزرعها طول عمرنا. أكيد. النهارده حضرتك بتتكلم في 10 مليون، يعني انت زودتي 4 مليون فدان محتاجين ميه، وفي ظل الحصه الانتاجيه كمان طبقا للابحاث الجديده. فأنا كل اللي بشتغل عليه دلوقتي ازاي الزياده الراسيه، ازاي وحده المساحه بدل ما متوسط عام الجمهوريه يبقى 4، لا يبقى 4.25، يبقى 4.5. في الحاله دي انا بزود الانتاج من نفس المساحه. طب التحديات اللي بتواجه زراعة محصول الأرز بقى، سواء بالنسبة لطبيعة الأراضي طبعا والحمد لله احنا بنتغلب عليها بالأبحاث، ولكن هل هناك تحديات بتواجه الفلاح المصري؟ هل حضراتكم مع وضع الخريطة الخاصة بمحصول الأرز والاستراتيجية الخاصة بيها بيبقى في نوع من، مش عايز أقول مشكلات، لكن هي تحديات بتواجهنا؟ أكيد يا فندم. النهاردة كلنا ملاحظين التغيرات المناخية الموجودة ودرجات الحرارة في الصيف اللي زادت عن
معدلات طبيعية ويمكن أثرت على بعض المحاصيل، لكن الحمد لله الأرز نتائجه اللي بتيجي مبشرة جدا الحمد لله، بالرغم من مواجهة الحرارة دي إلا أنه الأصناف بتاعتنا بتتمتع بنوع من المرونة في مواجهة مثل هذه التغيرات المناخية، يقدر يدي محصول اقتصادي حتى مع وجود المشاكل اللي بنشوفها، الملوحة أو نقص المية في نهاية الترعة، ودي يمكن بقول لحضرتك الأصناف الجديدة باحتياجاتها المية القليلة بتتغلب لي على المشكلة دي. دايما بيبقى في تواصل بين الباحثين وأهالينا الزراع من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول الرز، اللي بيبقى فيه فرق متخصصة من مركز بحوث زراعية والجامعات والجهاز الإرشادي لكل محافظة ولكل مركز يزوره طبيعة المركز بقى طبيعة المحاور الأساسية اللي بتهتم بيها الحملة ما بين المزارعين وما بين القائمين في الوزارة. حضرتك الأبحاث التطبيقية اللي احنا بنقوم بيها أو الأصناف اللي بتطلع أو حتى التكنولوجيات والتوصيات اللي بتطلع عشان توصل للمزارع لازم يكون في تواصل مباشر. التواصل المباشر ده من خلال الحملات دي، من خلال الجهاز الإرشادي اللي أعداده قلت في الوزارة، لكن بنحاول بالباحثين اللي موجودين أنهم يؤدوا نفس الدور يوصل للمزارع. النهاردة المزارع كسب، يعني احنا كسبنا ثقة المزارع بحيث ان هو دايما بيدور على الاصناف الجديدة وعلى التكنولوجيات الجديدة، ايه اللي عندكم جديد. زمان كان المسألة صعب جدا انك تطلع صنف وتعرف المزارعين بيه، لا النهاردة هو اللي بيتصل ويقول عندكم ايه جديد، انا عايز اجرب الجديد عندكم. وبالتالي الحقول الارشادية مثلا احنا سنويا لما لا يقل عن 6500 حقل ارشادي في التسع محافظات الخاصة بالارز، بحيث ان كل قرية يكون فيها على الاقل حقل ارشادي، المزارع يشوف بعينه الصنف الجديد والتوصيات الجديدة لما بتتنفذ المحصول بيبقى شكله ايه والجودة بتبقى شكلها ايه. زي ما الاجانب بيقولوا seeing is believing، لما يشوف بعينيه ويتكلم مع المزارع اللي كان في عنده الحقل الارشادي الفكر بيتغير، بيحاول يقلده، بيحاول ياخد نفس الاصناف يعمل نفس التوصيات عشان يوصل لاعلى انتاجية. كلنا هدفنا في النهاية ان المزارع يحقق اعلى انتاجية باقل تكلفة ممكنة، ازاي نرشد في مدخلات الانتاج، ازاي نحسن المعاملات بحيث انه يوصل لاعلى محصول باقل تكلفه ممكنه. مدى الاقبال بقى من المزارعين، يعني حضرتك شايف ان هو بيتزايد عام بعد عام ولا هو في نوع من الثبات ما بين اللي بيزرع محصول معين، خاصه برضو ان زي حضرتك ما اشرت وقلت ان عمليه التسويق والتسعير كمان بالنسبه للمزارع ده مهم جدا. حضرتك احنا زمان يعني يمكن في بدايه التسعينات او كده كانت بداية النهضة الحقيقية لما أنشئ مركز بحوث الرز في سخا كفر الشيخ وبدأنا أن احنا نعمل نتورك أو شبكة من المرشدين المتخصصين في كل مركز من مراكز اللي بتزرع رز. حلقة الوصل دي كانت مهمة جدا أن المزارع يكتشف بنفسه ويعرف أن التكنولوجيات اللي مركز بحوث الزراعية بيعملها وبيطورها لصالحه هو، وده اصبح راسخ عند المزارع. عشان كده بقول لحضرتك لا احنا ما بعدش في عندنا مشكله ان احنا نقول ان احنا عندنا صرف جديد، ده هو اللي بيجي ويقول يعني ايه اللي موجود جديد. النماذج اللي بنحطها زي ما قلت لحضرتك دي خير مثال بحيث انه يشوف الصنف الجديد ويقارنه بالصنف اللي عنده. دايما بنقارن الصنف الحقل الارشادي بالحقل المجاور ليه، ده جاب قد ايه وده جاب قد ايه، ده نفذ التوصيات ده نفذ قد ايه من التوصيات. وبالتالي اصبح عند المزارع يقين انه التكنولوجيا دي هتفيده، بنبلغه بيها من خلال الندوات، من خلال ايام الحقل، من خلال ايام الحصاد، كل الاكتيفيتيز او الانشطه اللي بنقوم بيها من خلال الحمله القوميه وغيرها من المشروعات القوميه الموجوده للمحصول، بحيث ان احنا نوصل للمزارع الصغير اللي في ارضه لو في مشكله نقدر نحلها من خلال التواصل المباشر معاه. مدى استخدام يعني التكنولوجيا في مجال زراعه الارز برضو، وهل بالفعل اصبح في نوع من التدريب والتاهيل بالنسبه للمزارعين او بالنسبه للشباب بشكل عام على التكنولوجيا المتطوره في الزراعه بشكل عام وزراعه محصول الارز بشكل خاص؟ الأرز يمكن من المحاصيل المحظوظة شوية لأنه الميكنة فيها من الزراعة للحصاد، يعني ممكن أستخدم الشكل الآلي، ممكن الحصاد آلي،
بشكل بتتداخل فيها لما كان بشكل كبير جدا. والمزارع النهارده معظم المساحات، يعني اقول لحضرتك 95% من المساحات بيتم حصادها بالكومباين او الالات الحصاد الاوتوماتيك، وبالتالي يعني هو بيعتمد فعلا على الالات الحديثه في المحصول بشكل جيد جدا. كمان الشتل نفسه، احنا عندنا مركز متخصص، مركز متخصص للشتل الالي للقرص في احدى القرى المجاوره لكفر الشيخ، ده مركز ميكانه الارز بميت الديبه، ده متخصص برضو في ان هو ازاي يوفر الخدمه للمزارعين، يجهز الشتلات والشتلات اللي ممكن تشتل في ظل ندره العماله اليدويه المدربه وتكلفتها اللي بقى اصبحت غاليه الى حد ما، فالميكانه بتحل محل الجزء ده، بحيث انه المزارع مش هيحتاج عماله كتيره في مهما كانت المساحه صغيره او كبيره، لانه كل المساحات في ليها شتلات على قدها، والكومباين حتى في كومباين كبير وكومباين صغير بحيث يفي باحتياجات المزارع الصغير اللي عنده مساحات صغيره. طيب مع قرب انتهاء موسم حصاد الارز، يعني انا بهتم طبعا بالمحصول وتوفيره وتواجده في الاسواق بالنسبه للمواطن، لكن لا يمكن ابدا ان احنا نغفل يعني حرق قش الرز و أكيد. وإعادة التدوير الخاص بيه، وإزاي ده بيتم كمان بطريقة بتحافظ على البيئة وبتتواكب مع يعني النظم الحديثة في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. احنا بنهتم دلوقتي بالمفهوم الاقتصادي الدائري، انه ازاي إعادة التدوير وانه ما يبقاش في حاجه اسمها مخلفات اصلا، يعني الكونسيبت نفسه مش مظبوط، دي مش مخلفات، ممكن تكون فيه بقى. ممكن تكون يعني ثروه اكتر من المحصول نفسه. زمان فعلا كان في السحابه السوداء والمشاكل وكانت الكبيره وكانت بتكبر، كنا بنقيس عمرها يعني بنشوف يعني اثرها واحنا هنا في القاهره، لكن صحيح. يمكن في هذا الصدد التعاون مع وزاره البيئه ووزاره الزراعه في توفير المكابس اللازمه لضغط او كبس قش الرز ده في الوقت المناسب سهل كتير جدا، وكمان اصبح يعني منتج ليه قيمه اقتصاديه عاليه. اصبح ده بيطبق الان طبعا يا فندم. طبعا يعني اصبح النهارده ما فيش الهدر ده. احنا بننتج ما يقارب حوالي 5 مليون طن برضو قش، لكن حضرتك تتخيلي حتى الان يمكن حوالي 2 مليون او يمكن يزيد عن 2 مليون طن تم تدويرهم بالفعل، لانه النهارده المزارع كانت مشكلته ايه؟ كانت مشكلته انه عايز يحصد النهارده ويتخلص من القش النهارده، من القش لانه عايز الارض عشان يجهز للموسم الشتوي، فبالتالي اسهل حاجه كان عنده ان هو يحرقه. النهارده ممكن يتعمل سماد، ممكن يتعمل يتقدم حتى علائق مركزه، يتحط يتضاف مع الحشه الاولى البرسيم على اساس يزود الماده الجافه شويه، صناعه الورق، صناعه الاخشاب، الكوزموتكس حتى في حاجات كده باستخلاص سيلولوز وخلافه لانه غني جدا بالسيلولوز والسيليكا. اذا اصبح يعني المنظومه متكامله الان يا فندم. حتى النواتج الضرب والتبييض اللي كنا بنتخلص منها زمان ونرميها، هناك احد الشركات المتخصصه في الرايس بران اللي بتنتج منها مكملات غذائيه بتصدر لاوروبا كمان، يعني النهارده الدنيا اتغيرت، المزارع ما عادش يعني بيهدر اي شيء، كل صحيح. حاجه ليها استخدام، وطالما ليها قيمة اقتصادية أكيد. هو كمان هيبقى عنده استعداد ان هو يشتغل وان هو يحصل على القيمة المضافة للمخلفات او ما يسمى بالمخلفات. اكيد هو هيحصل على القيمة المضافة، والدولة هتتخلص من مشكلة كانت من اهم المشكلات اللي احنا حاسين انه البيئة ما عادتش زي زمان. ده حقيقي، وده اعتقد العصر الحالي ان انا بعمل اعادة تدوير لكافة المخلفات اللي موجودة، فمن الطبيعي جدا ان انا اعظم من القيمة المضافة هذا المحصول المهم جدا بالنسبة لنا، هو محصول استراتيجي لما يمثله من أهمية وقيمة غذائية بالنسبة للمواطن المصري، وما يتبعه أيضا من يعني المخلفات الناتجة عنه وكيفية استخدامها اللي بنتمنى أن يكون لها أيضا ذات العائد الاقتصادي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور مجاهد حلمي، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. بشكر كل اللي تابعونا، وصلنا مع حضراتكم لنهاية لقائنا، لكن دايما بيتجدد اللقاء مع الاقتصاد والناس.